هاتوا. ازيك يا شيخ؟ الأستاذ أيوب من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، وكيف أخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير ما دام انك واسع وتتحمل كلامي. فضيلة الشيخ، نعم، انه يوجد حقيقة، هل يوجد مصحف لأمنا عائشة؟ حاضر، في سؤال تاني؟ هل يوجد مصحف تقول بيته بتحريف القرآن أمنا عائشة بتحرف القرآن يا راجل؟ نعم، أنت 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 جاي أنت جاي عائشة تقول، عائشة تقول حافظوا عن الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، كانت هكذا تملي على الذي يكتب القرآن وتسميه مصحف عائشة. أي نعم، سبحان ربي العظيم. يعني هذا، يعني أنا سأكرر ذلك حتى طريقة كلامي يحتاج إلى برسيم. أنا سأكرر كلام الشعبي، قال الرافضة، مثلما يقول الرافضة أكذب خلق الله، والشعبي قال إن الله لو خلق الرافضة طيرا لكانوا رخما، أنجس وأسوأ الطير، ولو خلقهم بهائم لكانوا حميرا، والله يعتذر للحمير. شفت رأيت، شفت بيتكلم كيف عن عائشة وهو يستهزئ وهو بيلفظ باسم أمنا، أمنا أم المؤمنين، نحن تطير الرقاب من أجل عرض عائشة والذب عن عائشة. لكن أنا الخبيث أحفاد الحمير الذي ينقل عن الحمير بيقول لي عائشة ويستهزئ، أرأيتم؟ أنا بس أردت ذلك عشان يعلم الدنيا بأسرها تعلم من هؤلاء الخبثاء اللي هم أكفر أهل الأرض، اللي هم أكفر من يهود ونصارى، الروافض الخبثاء، هؤلاء أذناب عبد الله بن سبأ. شوف كيف يستهزئ بعائشة. أنا بقول للمشاهدين جميعا، أرأيتم كيف أمكم تسب؟ أرأيتم هذا الحمير ابن الحمير كيف يسب أمكم؟ كيف يستهزئ بأمكم ويقول عائشة؟ يعني وحتى دمه ثقيل جدا جدا ومتخ كده، تبا للعراق لو كلها كده. لكن العراق فيها أفاضل أماجد، فيها أهل سنة. حي أهلا، اللهم ارحم صدام، اللهم انزل عليهم شعبيب الرحمة على صدام يا رب، يا أنت الذي قويته عشان يخرس هؤلاء الجرذان الحمير، كان بيقودهم بيجعل الفئران يقودونه، حمير يقود فأر، كان رجل حق الرجال، وحتى لما مكنهم الكفرة منه صار أسدا ومات أسدا رحمة الله عليهم الرجل. هؤلاء الحمير الذين دخلوا العراق فخربوها، هؤلاء الحمير الذين دخلوا لبنان فخربوها، والخسران الخبيث ابن الخبيثة الذي يسب عائشة هناك في لبنان ويقولون نصر، نصر ايه الخبيث ابن الخبيثة هذا، ودخلوا سوريا خربوها، عليهم الكافر ابن الكافر، هذا الكافر النصيري العلوي الكافر اللي بيقلع عليهم، خربوا كل ما دخلوه. دخلوا مصر يبكون عليها الآن، يريدون مصر تعود للفاطميين، ها الحاكم بأمر الله، الخبثاء هؤلاء ما هم العبيديين الكفرة. فلا بد أن تعلم في هذا الباب بأنهم يبكون على مصر بكاء بكاء، والحمد لله الولاة هنا وأهل الخير يقفون لهم بالمرصاد، هؤلاء الخبثاء، هؤلاء الجرذان، هؤلاء الحمير على قول الشعبي، أكذب أهل الأرض وأخبث أهل الأرض. فيستهزئ بعائشة رضي الله عنها، عائشة يا ابن الخبيثة أمنا سيدتنا، نعلها بأمة منكم يا حمير، وعائشة زوج النبي وفراش النبي، بأبي هو وأمي ورضي الله عنها، وهي حبيبته في الدنيا وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، زوجته في الجنة، وهي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نأتي ننتقل إلى العلم وما سأل عنه عائشة عليه السلام، مصحف خاص. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لعن الله عدوك يا علي، لعن الله عدوك يا فاطمة. أسا واحد يقول لي أنت بالله سمعت هالمسبة وهالرزالة وهذا بس يسب ويغلط، أول شيء لي في صفا وعلى وصالة مآربه، أرجو بها يوم الورود مفازي، أنا ثائر لكن سيفي مغمد، يكفيك قتلا صولتي بمجازي. أحتسبها عند آل محمد،
إن شاء الله. أنا هدفي كسر شوكة النواصب كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. لابد أن هناك مجموعة من الشيعة تتصدى لهذا الأمر، كسر شوكة النواصب. أولا النواصب لعنهم الله يعيرون الشيعة بأن هناك مصحف فاطمة ويستخدمون هاي الطريقة، دائما مصحف فاطمة مصحف فاطمة مصحف فاطمة. الآن يتبين لكم الحقيقة، المصحف عند من؟ قوب أنا لا أنكر قضية مصحف فاطمة، لكن أنتم عندكم مصحف عائشة، لماذا لا تقولوا للناس عندنا مصحف عائشة؟ هذا ماذا؟ صحيح مسلم، هذا مو صحيح مسلم أمامكم الآن، صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، طبعا رقم الحديث في هذا الباب 207 في هذه الطبعة، طبعا تكون واضحة، دار الطيبة. يقول عن أبي يونس مولى عائشة إنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، أن أكتب لها مصحفا، يعني هذا المصحف خاص بمن؟ خاص بعائشة. وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني، يعني نبهني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها أذنتها فأملت علي، يعني كتبتني قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، يعني من ضمن المصحف من ضمن قوله تعالى، لأن أملت علي قوله تعالى حافظوا، يعني هذا ماذا يسمى؟ هو قال أمرتني عائشة أن أكتب لها، أن أكتب لها مصحفا، يعني مصحف عائشة لو مو مصحف عائشة. قلنا في صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة 283، وتحياتنا لأخوتنا في منتدى الحوار العقائدي، ولعن الله، لعن الله أعداءكم يا آل محمد. أنا دائر عرعور مهلا، هل تروم برازي؟ أغرب ووجهك يا شبيه برازي، هذا أنا والعلم يحدو ناقتي، من نت أنشر غيكم بجهازي، تبت يد الماضين من أقلامهم، ملأت صحاح المسلمين مغازي، هذا البخاري ثم مسلم بعده، وأبو هريرة يختفيه الرازي، صالوا وجالوا ثم قالوا وافتروا، إن الصحابة للنجوم توازي، أنا دائر لكن سيفي مغمد، إن فيك قتلت قولتي بمجازي، في حين قاتل بعضهم بعضا فما ذنب القتيل إذ غزاه الغازي، أو إن إرضاع الكبير فضيلة، هي للقيا المؤمنات جوازي، ففتحتم الأبواب حتى أصبحت غرف النساء مضاجع المزازي، تبت يداك، تبت يداك ولم تزل متعرعرا، وخسئت للأوباش من منحازي، أنا ثائر لكن سيفي مغمد، تكفيك قتلا صولتي بمجازي، لي في صفاء وعلى وصال مآرب، أرجو بها يوم الورود مفازي، أرجو بها يوم إنه عائشة في فتح المنعمة في شرح صحيح مسلم أنه كان يدخل عليه الشاب الأيفع، إفل على الكلب الرافضي هذا، إفل شيعي رافضي خسيس